ما حكم الصلاة خلف من يقول أن القرآن مخلوق؟ لا يصلى خلفه، يقول أن القرآن مخلوق لا يصلى خلفه، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسول الله. الله جل وعلا قال تنزيل القرآن، تنزيل، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو تنزيل من رب العالمين وكلام رب العالمين. حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، ما قال خلق الله، فيسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، سماه كلامه سبحانه وتعالى ولم يجعله مخلوقا، بل هو كلام من الله جل وعلا، تكلم به وأنزل به جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وهو كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا. فالذي يقول إن القرآن مخلوق لا يصلى خلفه.